السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مشروع الياسمين، وكما كتشوفوا الإخوان في هذه اللحظات كنوقفوا قدام العمارة 17 باش كل واحد كنوصلوا له واحد الفكرة ديال العمارة اللي هو كيتواجد قدامها، شنو قدامها، جردة، تيران، باركينج. فكما كتشوفوا هنا كذلك العمارة رقم 16 في مشروع الياسمين جي اش واحد. مشروع الياسمين جي اش واحد اللي بدا فيه التسليم والتحقوا به مجموعه من الاسر، فكنقولوا لهم الله يدخل عليكم السكن ديالكم الجديد بالصحه والعافيه والرزق ان شاء الله. فملي كنهضروا على الشقق كنهضروا على فرق كبير بين الشقق والبراكه. هنا العماره رقم واحد كما كتشوفوا هنايا، الترقيب النهائي راه الدار والحمد لله، كنشوفوا الامور راها مضبوطه والناس بداو كيتسلموا السويرتات ديالهم، دخلوا الضوء ودخلوا الماء، امور اللي صراحه ايجابيه. هنا كنشوفوا العمارات، هانتوما مجموعه العمارات هنا اللي محلولين. العماره رقم 5، الناس اللي كيسولونا في التعاليق العماره رقم 5 راه جات شوكه. هنا العماره رقم 6 7 8، والامور كتستمر هكذا. اللي كنبغي ناكدوا عليه هو ان العمليه ديال تسليم الشقق في مشروع الياسمين مستمره، الناس اللي باقي ما خلصاتش تنوض تخلص، الناس اللي باقي ما قداتش الوريقات ديالها تنوض تقاد الوريقات ديالها، لان كاين واحد النوع ديال الناس كيخلص 2 مليون وكيمشي يجلس ما كيبقى يدير حتى شي اجراء. كما كتشوفوا الناس ديال الرضا راه واقفين هنايا في الخدمه ديال الناس اللي كيلتحقوا هنا من هاد الشانطي اللي كيقطع بيننا وبين الجهه الاخرى. هذا السيكتور 4، السيكتور 1 فيه الناس الاغلبيه ديال تماره، والسيكتور 4 فيه الناس ديال الصخيرات. كما كتشوفوا عندنا واحد الجريده هنا، وهذه رساله للناس اللي غادي يسكنوا هنا، الله يجازيكم بخير، نديروا اليد في اليد ونتعاونوا ونحافظوا على السيكتور ديالنا. راه ملي كنهضروا على الجماليه ديال السيكتور 4 غنهضروا على الوعي ديال الساكنه ديال السيكتور 4، وكذلك بالنسبه للسيكتور 1 و3 و2 و5. هنا الاخوان غادي يكون عندنا واحد الحمام، هنا غيكون عندنا حمام وبخير صحيح الله يحفظك. هنا غيكون عندنا ان شاء الله واحد الحمام، غتكون مجموعه من المرافق في الجنابات اعداديه هي في الخرجه هنا قدام مشروع الياسمين. يعني كاين امور اللي ان شاء الله جايه مع الوقت. بالنسبه للمدرسه الاعداديه راهي تقرا فيها ان شاء الله الموسم الدراسي 2023 2024، يعني هذا العام من وراء الصيف ان شاء الله غيقراو فيها الوليدات. هنا كنشوفوا عندنا واحد التيران، هنا كتشوفوا العماره رقم 5، الناس كيبغيو الترقيم بزاف، ها 5 ها 4 3 جا قدامهم التيران، كاينه الجرده من لهيه. غنخرجوا من السيكتور 4 وغنديوكم للجوج والثلاثة حتى هما، وغنديوكم للسيكتور 5 باش نقربوكم من مشروع الياسمين اللي كيتعتبر من اجمل المشاريع بمدينة الصخيرات. فكنبغي ناكد لكم الله يجازيكم بخير، الناس اللي دفعوا 2 مليون وباقي ما مشاوش يقادوا الوثائق ديالهم، فيقادوا ورقاتهم باش ما يتعطلوش في الكرا بزاف، لان ما حد يدفع 2 مليون وانا جالس. فراه هنا كنحط راسي في واحد الموقف ديال انني غنبقى في ديور الكرا لمده طويله، هذه ماشي في الصالح ديالك. يعني خلص 2 مليون نمشي عند النوطير، نمشي للبنك كنسول الكريدي فين وصل، الامور فين وصلات، باش نوقف على الشغل. كما كتشوفوا الاخوان العمليه التسليم متواصله، وهنا كنشوفوا العيالات اللي مكلفين بالميناج راهم خدامين واقفين على الشغل. الله يسخر الامور ونتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. هنا كما كتشوفوا معنا هذا السيكتور 3، هنا السيكتور 3 كما كتشوفوا، فهذا السيكتور 3 والناس بدات كتهبط الرحيل. يا سلام يا سلام على القطاع الاخوان. كما قلت لكم الرحيل الاخوان بدا كيدخل، الناس راهم كيدخلوا الرحيل ديالهم، يا رب تدخل عليهم السكنه ديالهم بالصحه والعافيه ان شاء الله وبالرزق الوافر. هادشي اللي كنتمناو للجميع، هذا هو اللي كاين الاخوان. صراحه مشهد اللي كيتسناه كل واحد كان ساكن في البراكه مكرفص مشى للكرا، فكيتسنى هاد اللحظه ديال يدخل حويجاته ويفرح بالسكن ديالو الجديد. صراحه مشهد جميل، يا رب تدخل عليهم السكنه ديالهم الناس ديال العماره 6 السيكتور 3 المشروع الياسمين. اللهم يسر اللهم يسر، والله يسخر الامور، هذا هو اللي كاين الاخوان. فكنشوفوا الناس الحمد لله بداو كيدخلوا في الحويجات ديالهم. غادي نديروا واحد الدوميتور باش نشوفوا عاوتاني في الاتجاهات الاخرين واش يعني واش كاين امور اخرى في لي سيكتور الاخرين بحال الجوج والخمسه. فالناس كيهبطوا حويجاتهم، الله يسهل عليهم المعنات ديالهم، الله يكمل الفرحه. هادشي اللي كنتمناه، وجميع الاسر يقضيو الغرض ديالهم بدون استثناء، هذا هو اللي كاين. هنا العماره رقم 2، هنا في الشوكه جات العماره رقم 1 هذه 13،
هذه 12 يعني ربما السيكتور 3 فيه 13 عماره. رساله دائما نحافظوا لهذا المكسب هذا. ها انتم كتشوفوا الاخوان البيبان هنا محلولين، الناس الميناج راهم خدامين على الامور، واقفين على الشغل، والله يسخر الامور للجميع. العمليه ديال تسليم المفاتيح متواصله، وكما كتشوفوا معنا هنايا الحيط اللي قدامنا في الخلف هنا السيكتور 5، السيكتور 5، وهذه الدخله هذه الجنوبيه، هذه الدخله الجنوبيه للمشروع الياسمين من جهه حي الفتح العرجه. وكما كتشوفوا الناس راهم كيدخلوا الحويجات ديالهم، اللهم يسر، الله يسخر للجميع، الله يسخر للجميع. هادشي اللي غنقولوا للاخوان في انتظار ان شاء الله مشروع الرياحين، حتى هو ان شاء الله غيبدا التسليم في القريب العاجل ان شاء الله، خصوصا السيكتور 2 والسيكتور 5. غادي نخرجوا من السيكتور 3 في مشروع الياسمين وغنمشيو مباشره للسيكتور 2 باش نطلعوا للخمسه ان شاء الله. دائما في مشروع الياسمين اللي كيتكون من 5 ديال لي سيكتور، كنهضروا على عدد كبير ديال العمارات، مجموعه من الشقق اللي كتسنى قاطيني دور الصفيح اللي كتحفظ لهم الكرامه، السكن اللي كيوفر لهم مجموعه من الامتيازات. فكنتمنى من الله نحافظوا على هاد الشقق هادو ونديروا اليد في اليد. هنا كما كتشوف هذا السيكتور 2، هنا في اليمين ديالي كاينه العماره رقم 16 او 11، هذه 10 سعود. غادي نشوفوا الاخوان، هنا كنشوفوا الاخوان كيديروا بعض الروتيشات هنايا، غادي ندخلكم لشي سفليات تشوفوا الامور كيفاش دايره، نكملوا بها الفيديو ان شاء الله. دائما من السيكتور 2 بمشروع الياسمين غادي ندخلكم مباشره لواحد العماره بالصدفه. الاخوان ربما تكتب لشي واحد يشوف الشقه ديالو من خلال الفيديو. كما شفتوا الاخوان هبطنا من السياره، هنا العماره رقم 8 بدون اختيار، يعني غادي ندخلوا ان شاء الله باش نقربوكم الامور كيفاش دايره. عماره اللي كتكون من 20 ولا شي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، 20 شقه. هنا كما كتشوف عندنا رقم 4 في اليمين، الواحد في اليسار. يعني الاخوان هذه واحد الملاحظه مهمه، كاينين عمارات اللي مرقمين من اليسار من واحد لليسار حتى 4 في اليمين، وكاين عمارات اللي كيبداو من واحد في اليمين حتى ل 4 في اليسار، كل واحد ورزقه. غادي ندخلوا مباشره، عندنا جوج و ثلاثه محلولين، ندخلوا الثلاثه، ندخلوا الجوج ان شاء الله. كما كتشوفوا سبق وشرنا لكم في الشقق بحالهم بحال مشروع البساتين، الموقع لا من ناحيه التقسيم كذلك. كنشوفوا هنا عندنا جوج بيوتا، هنا البيت الثاني، هنا كتشوفوا معنا عندنا الحمام، كما كتشوفوا الحمام والطواليط، عندنا التهويه هنا، هنا اختي الكوزينه ديالك هي هذه باش تاخذي لها فكره، كوزينه كبيره. كاينين كوزينات اللي عندهم في هذا الحد هذا، وكاين كوزينات اللي كبار هنا كما كتشوفوا، يعني هنا ممكن نحطوا ثلاجه وحويجات اخرى، ربما مثلا ماكينه الصابون. هنا كذلك عندنا لاكور اللي كتعتبر واحد النقطه مضيئه في البروجي، لان ملي كيكون عندك لاكور كتكون عندك واحد المساحه اضافيه اللي ممكن تستغل بزاف الحوايج. وهنا العماره مهويه اللهم بارك، الله يسخر الامور للجميع. وغادي نختم العماره رقم 8 السيكتور 2 مشروع الياسمين بمدينه الصخيرات الطابق السفلي شقه 2، كتبنا نصوروا للاخوان. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.